نستنشق هواء واحدا ونعيش على أرض واحدة وتحت سماء واحدة ونشرب من ماء ومن نيل واحد ونأكل من خبز ومن رغيف واحد. هكذا أمرنا الإسلام، وهذه هي سماحة الإسلام، أن نشارك إخوتنا في الإنسانية وأن نشارك إخوتنا في البشرية. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الله أنزل عليه فبما رحمة من الله لنت له، لنت لجميع الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن واجبنا أن نشارك في الأفراح وأن نشارك في الأحزان، لأن الحدث جلل والمصار فظيع. آلمنا جميعا، آلمنا مسلما قبل مسيحه، ورأيت الشعب المصري شعب أصيل، شعب يقدر الجيرة ويقدر العشرة. رأيت المسلمين أكثر من المسيحيين سعوا ليتبرعوا بدم، دم مسلم يذهب إلى دم مسيحي، فهذا هي معنى الأخوة التي أمرنا الله عز وجل بها والتي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما خاطبنا القرآن قال يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها المؤمنون ولم يقل يا أيها المسلمون، وإنما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي سماحة الإسلام. الإسلام لم يدعو إلى تطرف، الإسلام لم يدعو إلى فكر غير صحيح أو إلى فكر يمشي ضد الفكر الذي نزل به الإسلام وحتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يفعل فعلة لا تليق بالإسلام ولا تليق بالإنسانية فليس هناك دين يدعو إلى مثل هذه الأعمال، لا في اليهودية ولا في المسيحية دين يدعو إلى مثل هذه الأحداث. إنما يجب علينا أن نكون جميعا، يا أخي تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس، مع مسلمهم ومسيحيهم ومع كافرهم ومع مؤمنهم، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا. حينما جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ورب أصحابه كيف يتعاملون مع الناس، لأنهم رأوا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم فحذوا حذوا
المهذب المهذب صلى الله عليه وسلم، المؤدب المؤدب صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أدبه؟ الله. أدبني ربي فأحسن تأديب. الله الله. لم يؤدبه أبوه ولم تؤدبه أمه، وإنما أدبه الله عز وجل، لأنه نزل إلى الدنيا لم يرى أبا، وفترة قصيرة عاشها مع أمه، فأدبه ربه فأحسن تأديبه. ولذلك يقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. أحضروا عمر. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اعط هذا الرجل ما له، يعني اللي ليه اديه، وادفع 20 زيادة، ادفع 20 زيادة على اللي ليه، لأنك أخفت ولأنك روعت. فقال لابني: بحثت في هذا الأمر فيك يا محمد مع بحثي في كل الأمور فيك، فلم أجد فيك إلا هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا الأمر؟ قال: ما زادك جهل الجاهل إلا حلما. صلى الله عليه وسلم: يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. حتى في الزجر كان يذكر ويؤدب صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. حينما جاءه شاب في روعة شبابه وفي عنفوان شبابه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجلس بين كوكبة من أصحابه في المسجد، ودخل الشاب: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوه أصحابه فوجد عيونهم تكاد تميز من الخير، كل واحد غاص، كل واحد عايز يكون يضرب الشاب. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ روعهم وقال للشاب: اجلس. ويجلس الشاب أمام الطبيب المداوي صلى الله عليه وسلم، أمام الذي يعرف كيف تداوى الجراح. فقال: يا شاب، ألك أم؟ فقال الشاب: نعم لي أم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي جاء ودماء الشهوة في جسده: ألك أم؟ قال: نعم لي أم. قال: أترضاه لأمك؟ فقال الشاب بقوة: لا، لا أرضاه لأمي. ألك أخت؟ قال: نعم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. ألك خالة؟ ألك عمة؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال الشاب بقوة: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لا ترضاه لأهل بيتك فكيف ترضاه لغيرك؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طيب قلبه. الله يا عرف النبي، عرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلين القلوب القاسية، وكيف يرتبها صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع هذه القلوب على هذا الحب.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه شيء أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يصلي عليك يا سيدي. عبد الله بن سلام